السلام عليكم ورحمة الله. الحين بقت عندي هذه الفتحة من المنهول، الفتحة الخارجية المنهول، هذه الفتحة بستغني عنها، ولذلك أنا بسكرها كامل بالإسمنت أساس إن الفئران ما تحفر من برا، يعني شوف المكان تحفر فهي بسكرها، لأن خلاص استغنيت عن بيبات الكهرباء من هذا الطرف. هنا طريقة تختلف، كيف بسوي الطريقة؟ هنا هذا سويت الخلطة، 6 مكاييل رمل مع مكيال واحد اسمنت. الحين انا بصبه يابس بهالطريقة، بصبه يابس وبعدين بخلطه مع الماي، برش عليه ماي وخلاص. الحين بدخله في الثقل هناك مكان الفجوة او مكان الفاضي اساس انه يتخلص 100 كامل. بنهيل عليه مرة ثانية. على فكرة يعني الواحد ما يستخدم يعني ايدينا دائما في الاسمنت، لانه يسبب حساسية وجروح واشياء، لكن انا يعني للمرة الاولى بستخدمه، وبعد فترة بعد فترة طويلة، وبعدين هذا شوي يابس يعني بزيد الكمية شوي هنا. اصلا هاي الرطوبة تكفي، لانه بعدين الرطوبة شوي شوي تنزل فيه ويصبح كتلة، يعني حتى لو كمية الماء قليلة ما ينزل تحت فيه مثلا، بعدين من شوي شوي يسطي الماء داخله ويصبح كتلة. فأنا عندي كمية هنا من هذا الاسمنت، هذا بحط لي فيه بعد بكمل عليه. هذا شوي بزيد كمية الاسمنت، هكذا بنحط لي هذا اللي عندنا بنتخلص منه. يعني الحين انا يعني ما ارفع مستوى زيادة فوق، لان عندي انترلوك، يعني لو رفعت المستوى بضطر اني بكسر من الخرسانة. طالما عندي انترلوك هنا اكتفي بهذا القدر واصب عليه رمل حساس ان الانترلوك اللي بكمله يعني ما يدعم او ما يضرب في الانترلوك، يعني يكون مثل ما قلنا الاسمنت منخفض في مجال للرمل.